حد ينسى القضيه؟ ممكن محدش هينساها الحقيقه. من المباريات اللي هتظل دائما في ذكرى كل الاهلاويه القضيه، ممكن البطوله التاسعه زي ما هتكون برضو لو تتذكروا بطوله، او مش لو تتذكروا، انا متاكد ان حضراتكم فاكرين الكره اللي جابها بوتريكا في 2005 2006، هدف الكل ما كانش ينتظر هذا الهدف، ولكن محمد ابو تريكه حط جون عالمي الحقيقه وفاز النادي الاهلي بهذه البطوله. و بعد كده سيطر النادي الاهلي على البطولات الافريقيه فتره طويله جدا. من اللاعبين اللي جمهور النادي الاهلي بيحبهم وهيظل دائما وهيفضل يحبهم محمد شريف. زي ما قلت لحضراتكم ممكن جدا تصل لمستوى معين فالناس تبقى شايفاك هداف الدوري 21 هدف. السنه دي الدنيا واقفه شويه، بلعب شويه وما بلعبش شويه، والله والله اجهاد. اللي بيحصل هذه الايام أو خلال هذه الفترة هو إجهاد كبير جدا جدا لكل لاعيبة النادي الأهلي، لأنه دور النادي الأهلي إن هو يودي محمد شريف للمنتخب، ويودي مجدي أفشة للمنتخب، ويودي محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وبقية اللاعبين، ومحمد هاني في بعض الأوقات، وعلي معلول يروح تونس، وأليو ديانج يروح مالي، وبقية اللاعبين ميكيسون يروح زيمبابوي، وبقية اللاعبين يروحوا بيرسي تاو يروح جنوب افريقيا، وبالتالي هو ده دور النادي الاهلي. كل اللعيبه بتروح منتخبات، تخيل حضرتك 30 مباراه في سنتين، 30 مباراه، موزمبيق انا اسف ميكيسوني مش زيمبابوي، هي واحد موزمبيق، ف 30 مباراه في سنتين، 30 مباراه دوليه في سنتين مع 120 مباراه محليه، شوف بقى واحسب. فالحقيقه الله يكون في عون اللعيبه دي، الله يكون في عون محمد شريف، الله يكون في عون اللي بيعمله محمد شريف خلال هذه الفترة. محمد شريف بيحاول يجتهد، بيموت نفسه، تعبان، بيدوس على نفسه عشان يصل لأقصى درجة ويقدر يجيب أجوان. محمد شريف خلي بال حضراتكم افتكروا كده، محمد شريف دايما بيظهر في المباريات الكبيرة، وهو ده المهم ان انا يكون عندي طبعا المهم كل المباريات، ولكن المباريات الكبيرة دي هي اللي بتظل عالقة في أذهان كل واحد أهلاوي. خلينا نطلع نشوف تقريرنا النهارده عن محمد شريف، وبعد كده نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل اخبارنا، اخبار البيت الكبير.